صباح الخير عليكم اخوتي اخواتاتي الميمات وليداتي بنيتاتي، عواشركم مبروكه. اليوم بغيت ندير البغايه ونشارككم معكم. بسم الله. عندي هنايا 3 الكيسان ديال السميده وكاس ديال الفورص. عندي هنا معلقه ديال الخميره الفوريه، درتها في هذا الكاس باش تفزق لي. وعندي واحد صاشي ديال الخميره ديال الحلوه. عندي هنايا معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، وعندي معلقه كبيره ديال الملح. الملحه كتبقى على حسب كاين اللي كيبغي المسوس وكاين. نمشيو على بركه الله. بسم الله. هاد الخل نبيت غنزيدو نديرو هنايا مع الخميرة. هانتوما خوتي، عندي هنايا كاس ونص، نو 3 د الكيسان ونص ديال الماء، عبرتهم وكبيتو في هذا، يعني بحال ليتر تقريبا ديال الماء. تجي صعيبة شوية تشد تصور بواحد اليد وتخدم بواحد اليد. يعني أنا عندي هنايا معبور لما نحتاج عاد نعاود نعبر بالكاس، يعني جوج كيسان سميدة، 3 كيسان سميدة، 1 ديال الفورص. خوتي غنخلط هذا، نخلط نص خليطه وغادي ندير معلقه د الملحه ونرجع معكم. هانتوما خواتاتي، ملي تخلطوا مزيان وتشوفوا هاد الفقاعات هكايا، عاد زيد عاد ديروا الملحه على حسب الملحه، ما يعني ما يمكنش تعطي العبار، كل واحد وكيفاش، كاين اللي كيبغي الملحه كاين اللي ما كيبغيش الملحه، على حسب الملحه والسكر. Thank you.
بسم الله. هانتوما اخوتي شوفوا الخليط بحال هكا خصو يكون، ماشي خفيف كثر من هذا الشيء، ماشي ثقيل. هانتوما كي داير من التحت، ها هو ما محروق ما والو، كاين اللي كيطيبو قل. هانتوما خواتاتي ها هو سطح العمل كيبان. طيب على حسب، كاين اللي كيبغيه طايب مزيان، كاين اللي شويه تيبغيه طب بزاف. الاولى غادي ديروا القياس ديالكم عاوتاني تشوفوا واش بغيتو يكون في الغليظ، ولا الا كان بغيتو رقيق تنقصوا من داك باش كتعبروا باش كتهزوا تنقصوا من القياس. بحال دابا انا هاد الاولى هادي عمرت المغرفه جات شويه غليظه، هادي هيا تاخوتي جات زوينه، جات غليظه طايبه مزيان. هاي شتي كاين دابا البغا اللي تشدو بحال هكا ديرلو بحال هكا يتقطع، هذاك كثيره فيه الخميره وما طايبش مزيان. شتي اخوتي كي داير هكا تيجيني انا البغا وما كيتلصقش، الا كان تيتلصق ولا تهزها وتقطع لك في يديك راه كثيره فيه الخميره. انتم اخواتاتي الا كنتو كطيبوه وانتم كطيبوه كتلقاوه تيعزل الماء، كاين اللي كتكون كطيبو تقولك بالله كيبقى يعزل ليها الماء، هذاك خصو غير يتخدم مزيان ما مخلطاهش مزيان.
كذا. ملي تكونوا عاد تطيبوه كيكون سخون ما تحطوش وحده فوق وحده، حاولوا تحطوه متفرقين باش ما يعرقوش ويتلصقوا، يبدا يتلصق. نتمنى لكم اخواتي، نتمنى لكم النجاح في حياتكم، نتمنى ان شاء الله تدوزوا هاد العيد مع عائلتكم فرحانين. ما كاين ما احسن من العائله تكون مجموعه، ما كلشي فايت، كلشي فايت اخواتي. شحال زوينه تحس براسك انك ما متعادي حتى مع واحد، ما عندك مشكل حتى مع واحد، كتكون عايش مرتاح. واخا حنا هنايا في الجاليه عندنا العيد ناقص، ماشي بحال المغرب كتعيش داك الجو، تمشي للسوق تشري الحولي، توجد تحل العطريه، تشوف اشنو خاصك، يجيو عندك الناس، يجيو عندك جيرانك، يدخلوا عندك تدخل عندهم. بحال حنا ملي كنا في المغرب الجيران كلهم تيدخلوا عند الميمة ديالي وندخلوا عاوتاني حنا عندهم. داك الجو ديال الصالة العيد والذبيحة وتشوف الحولي كيدبح قدامك، تعيش داك الجو. العيد هو داك الجو ديال انك كدبح كتشوي. حنا لا، حنا دابا كنشريو الدوارة، نشريو اللحم، داكشي اللي خليه كل واحد شنو كيبغي ياكل. وحنا الحولي حتى الغدا ولا بعد غدا على حسب النوبه ديالك، كاين اللي كيجي حتى نهار ثالث عيد وتجيبو، كيقول لك واش تديه كايا صحيح ولا تفصليه. المهم كتجيب حولي ديالك، يعني ما يعني ماشي بحال الشحمه ديالو، تجيب الكبده وتجي، يعني ما عنده حتى شي، ما عنده حتى شي قيمه، ما يعني انك شريتي اللحم الكزار وصافي، ماشي بحال الحولي حداك ولادك تيشوفو تيعيشو داك الاجواء. هو الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اللهم لك الحمد، نتمنى لكم السعاده اخواتي، وتنشكركم بزاف، كنشكر بزاف 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 المتتبعين ديالي، خوتي وخواتاتي والميمات ديالي متبعيني، الناس كبار والناس صغار كتفرحوني الحمد لله. ما عمر شي واحد ما دارلي شي كومونتير ما عجبنيش ولا. تنشكركم، تنشكركم بزاف اخوتي، تنبارك للجميع اللي كيدخل عندي واللي ما يدخلش عندي، واللي يشجعني واللي ما يشجعنيش. كلشي كنطلب الله يسهل عليكم كلكم، كلكم اخوتي بالخير، كلكم اللي داخل واللي ما داخلش واللي شجعني كيما قلت واللي ما شجعنيش، كلكم الله يسهل عليكم. كنبغي كلشي، كنبغي وكنبغي الخير لكلشي. Thank you.
كاين دابا اللي تيقول لك لا ما كيصدقليش حيت هو ما كيبغيش العين. انتما اخوتي هو البغايه مجاتكوس ما خاصه عيدكم مبروك اخواتي، الفرحه ديال العيد، العيد زعما واحد الفرحه ديالو خاصه، الله يجعلكم تفرحوا في حياتكم يا ربي.